بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من سفر صمويل الأول الإصحاح الأول بركته علينا أمين. وكان رجل من رمتايم صوفيم من جبل أفرايم اسمه ألقانة ابن يروحام ابن أليهو ابن وله ابن أليهو في جزء متشال، وله امرأتان اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة. هو أفرايمي. كان هذا الرجل يصعد من مدينته، وكان لفننة أولاد، وكانت حنة، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. كان يصعد من سنة إلى سنة ليسجد ويسبح لرب الجنود في شيلوه، وكان هناك ابن عالي حفني وفنيحاس كاهن الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا اللي مكتوب في ال معلش مش مظبوط. مجدا للثالوث القدوس إلهنا. قصة صمويل، يعتبر شخصية صمويل النبي من شخصيات الكتاب المقدس، واحنا عشان ندرس الكتاب المقدس بندرسه بعدة طرق. من ضمن طرق دراسة الكتاب المقدس ان احنا ندرسه عن طريق الشخصيات. انا ادرس شخصية ابونا ادم، ادرس شخصية ابونا ابراهيم، ادرس شخصية ابراهيم يا اسحاق يعقوب، ومن ضمن الدراسات ان انا اخد شخصية صمويل. ولما بدرس الشخصية باخد كل اللي بيدور حواليها، ودراسة الشخصية هي نوع من دراسات الكتاب المقدس. دراسة شخصية صمويل بتورينا خطة ربنا في الكتاب المقدس لخلاص الإنسان. مهمة جدا شخصية صمويل وسفر صمويل. أول حاجة، يعتبر صمويل المؤسس الثاني لدولة إسرائيل. المؤسس الأول هو موسى النبي، والمؤسس الثاني هو صمويل النبي. إذا حبينا نعمل خريطة أو رسم بياني لدولة إسرائيل، هنلاقي الخط ماشي مستقيم من أول موسى لحد صمويل، وعند صمويل يبتدي ياخد منحنى تاني خالص. حتى اننا لو درسنا الكتاب المقدس من اوله وفوتنا سفر صمويل وكملنا بعد منه، هنلاقي نفسنا في حاجات مش فاهمينها، لان التغيير كله حصل في سفر صمويل. ومن احنا ما ندرس اللي قبله واللي بعده، حلقة الربط في الكتاب المقدس هي سفر صمويل. فمش ممكن اي دارس للكتاب المقدس ما يقفش عند صمويل ويدرس المرحلة دي، لانها مهمة جدا. النظام الاول اللي ابتدى موسى واستمر لحد وقت صمويل، كان نظام ان ربنا بيحط واحد حلقة اتصال ما بينه وما بين الشعب، ومفيش مخاطبة إلا من خلال الوساطة دي. فلقينا موسى النبي، ولقينا يشوع بن نون. ولما استلم يشوع بن نون المهمة، ربنا يقول له كما كنت مع موسى أكون أيضا معك، تشدد وتشجع، أنا لا أتركك ولا أهملك. وتبتدي من تاني حلقة جديدة، ولكن هي امتداد للحلقة الأولى. حتى إننا من موسى إلى يشوع مفيش تغيير، نفس الطريقة اللي بيتعامل بيها ربنا مع شعبه ما تغيرتش في حاجة، سواء في أيام موسى أو في أيام يشوع. في عهد صمويل نظام الدولة اتغير من جهة معاملات ربنا مع الشعب من ناحيتين. أول حاجة الناحية الدينية،
وثانيا الناحية المدنية. قلنا أيام موسى ويشوع كان ربنا هو الملك، ربنا هو الملك على شعب بني إسرائيل، وشغلة موسى أو شغلة يشوع مجرد أنهم بيعملوا عمل الوساطة أو الربط ما بين ربنا وما بين الشعب. لكن مين الملك؟ هو ربنا. قوم يطلع موسى على الجبل، طالع ليه؟ يقول أنا هستلم الشريعة، والشريعة دي إيه؟ دي من الملك المسيح أو من الملك رب الجنود اللي بيوصلها للشعب، وأنا مجرد رقيب. لكن الملك فعلا هو ربنا. كل شوية يطلع موسى ويتقابل مع ربنا وينزل تاني. قوم ربنا في خروج الشعب يبقى معاهم بعمود السحاب وعمود النور، ولما يجوعوا يبعت لهم الأكل، ولما يتعبوا يشيل عنهم، ولما يعطشوا يسقيهم، لأن ربنا هو القائد، هو الملك لهذا الشعب. لكن بعد موسى ويشوع ابتدى يبقى في نظام تاني للملك في إسرائيل. كان المملكة في الأول كانوا يقولوا عليها يعني أشبه بسيئوقراطية، أما بنقول سيئو يعني الله، وقراطية جاية من حكم الدولة، منها الديمقراطية. فكان حكم الدولة بالسيئوقراطية اللي هي الفطرة اللي هي ربنا بيحكم الشعب. بعد كده كان لما يحصل أي مشكلة كان ربنا يقيم واحد، الواحد ده يؤدي مهم، يظهر ربنا من أجل جدعون، يظهر من أجل شمشون، يبعت شمشون أو يبعت جدعون يعملوا إيه؟ يؤدوا مهم. الشخص ده يؤدي المهمة، وبمجرد ما تنتهي المهمة يختفي من خريطة إسرائيل كلها، ما نسمعش عنه تاني. أدى المهمة اللي ربنا أعطاها ليه، وده اللي اتعرف بعصر القضاء. وكان آخر قاضي لبني إسرائيل هو صموئيل. يعني واحد ربنا بيبعته يؤدي مهمة، ولكن مين الملك؟ هو ربنا. وربنا لما يحس إن فيه خلل معين قوم يبعت واحد يقول له اعمل العمل ده، وما بيتعداش العمل اللي ربنا بيحدده له. بعد ما يخلص ملوش وجود، لأن الملك للشعب هو لازال ربنا. ابتدى الشعب في سفر صموئيل يقولوا له هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. قالوا له انت خلاص كبرت في السن، واحنا محتاجين ان يكون لنا ملك قدامنا. الملك ده يقعد على كرسي، الملك ده يبقى له احكام، الملك ده كلنا نخضع ليه، الملك ده يكون لنا صورة قدام الشعوب كلها، قوم كلنا نقول ده الملك بتاعنا. فقالوا له عايزين نكون زي بقية الشعوب، لينا صورة ملك يملك علينا. صموئيل تعب، قال لهم لا خدوا بالكم، السكة اللي انتوا ماشيين فيها سكة غلط. 4 مرات صموئيل يقول لهم الملك ده هياخد بناتكم، الملك ده هياخد ولادكم، الملك ده هياخد عبيدكم، الملك هيسخركم ليه. كل ده وهم يقولوا له برضك احنا عايزين ملك. قال لهم هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم، ياخذ بنيكم يجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه، يركضون امام مراكبه، ويجعل لنفسه رؤساء الوف ورؤساء 50 يحجزون حراسته، يحصدون حصاده، يعملون عدة حربه وأدوات مراكبه، ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات، ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده،
ويعشر ذروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملها لشغله ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيدا فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب. قال لهم آخر حاجة، انتم كل التحذيرات اللي انا عمال احذرها لكم انتم ما بتسمعوش. قال لهم انا هفكركم، هيجي اليوم اللي هتصرخوا لربنا من وجه الملك الذي اخترتموه لانفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم. ما تنسوش الكلام ده. واصبح من اللحظه دي لاسرائيل ملك يجلس على العرش. انا مدرس الاصفار اللي قبلها وربنا هو الملك، وادرس الاصفار اللي بعده والاقي ملك، اقول ايه اللي حصل؟ امتى جه الملك؟ فمرحله مجي الملك هي ايام صمويل، سفر صمويل. فما فيش غنى ان انا عشان اربط الكتاب المقدس ان انا اركز على حلقه الاتصال دي. صرخوا لصمويل وقالوا له بل يكون علينا ملك. ملوك اسرائيل، العجيب ان احنا ما نلاقيش واحد في كل ملوك اسرائيل حكم بالعدل والحق، ولا واحد. داود اللي يقول عنه الكتاب ربنا فحصت قلب داود فوجدته حسب قلب، في يوم من الايام لقى اسد ودبه جايين بيفترسوا نعجه قبل ما يبقى ملك، خاطر بحياته من اجل انه ينقذ النعجه، وبقى فرحان قوي. تقول لي ده ايه؟ اقول لك راعي امين. راعي امين خاف على القطيع وانقذ النعجه. لكن يوم ما بقى ملك افترس نعجه من بنات شعبه، هي امراه اوريا الحسي، استباح لنفسه يفترس نعجه في الوقت اللي هو يفتخر بانه انقذ نعجه. فده داود النبي اللي هو نقول عنه ربنا يشهد له ان قلبه بحسب قلبه. سليمان احكم الملوك يوم ما جابوا له طفل وقالوا له بتاع مين؟ قال لهم اشتروا نصين، واكتشف الام الحقيقيه. رغم ان الملوك ملكوا على بني اسرائيل الا ان كل الملوك بصفة عامة ما حكموش بالعدل، حتى ان هوشع النبي جاي فكرهم بكلام ربنا، قال لهم انا اعطيت ملكا بغضبي واخذته بسخطي. دي ما كانتش ارادتي ان يكون ملك عليكم وانتم اللي ضغطتوا عليا ان يكون لكم ملك. عشان كده ربنا قال لصمويل اديهم اللي هم عايزينه لكن مش اللي انا عايزه. صمويل اتضايق وربنا خفف عنه، وفي النهايه اخدوا اللي هم عايزينه. لكن اما يجي هوشع يقول لهم كلام ربنا يقول لهم اخذتم الملك بغضبي واخذته بسخطي. 600 سنه انا اديتكم ملوك لكن ما كانش بموافقه ربنا. انا كان في ترتيبي، ربنا يقول لهم كده، ان انا حملك عليكم حتى مجيء المسيا. شوفوا قد ايه شعب بني اسرائيل كان متعب. ربنا كان هو اللي عايز يبقى ملك لحد مجيء المسيا المنتظر، لحد ولادة المسيح، لكن انتوا اللي ما رضيتوش. لما قارنوا بين الملك الارضي والملك المسيح في فرق شاسع، فرق كبير. قال لهم ان الملوك اللي جولكم زي ما بيقول صمويل دايما الملك اللي هيجيلكم هياخد، ياخد عيالكم، ياخد نسائكم، ياخد بناتكم، ياخد اراضيكم، ياخد عبيدكم، يسخركم، كله اخد، كل الملوك اللي جم. لكن لما جه الملك المسيح يقول يشبع الجميع من رضاه
يشبع الجميع من الخمس خبزات، يجول يصنع خيرا. هو ده الملك المسيح اللي جعل الأرض. في تجسده ما خدش حاجة من الناس، بل كان يعطي. لما أعلن ليهم بيلاطس قال لهم أأصلب ملككم؟ هو ده الملك اللي أنتوا زمان رفضتوا أنه يملك عليكم، وقلتوا عايزين ملك له منظر يكون موجود قدام الشعب. بعد سنين طويلة قوم يجي بيلاطس ويقول لهم هو ده الملك، هو ده الملك اللي مفروض أيام صموئيل، هو ده الملك اللي كان بيملك أيام موسى، هو ده الملك اللي أيام يشوع، هو ده الملك اللي كان بيملك على شعب بني إسرائيل وعبر بيهم البحر الأحمر، هو ده الملك اللي أدخلهم كنعان، هو ده الملك اللي كان في ترتيبه إنه يملك إلى الأبد على شعب بني إسرائيل. رفضوا وقالوا له ليس لنا ملك إلا قيصر. رفضوا في المرة الأولى، قالوا لصموئيل إحنا مش عايزين ملوك على من يعني ملك ربنا، وفي المرة الثانية جايين بيقولوا ليس لنا ملك إلا قيصر. انطبق كلام ربنا عليهم، لأن في الوقت اللي هم بيقولوا ملناش ملك إلا قيصر ابتدوا يصرخوا من الملك. قال لهم كده صموئيل، قال لهم هيجي وقت ستصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم فلا يستجيب ليكم. بعد بيلاطس ملك تيتوس، ولما تيتوس ملك عذبهم، فكل اليهود دخلوا على الهيكل وابتدوا يصرخوا لربنا. قال لهم هيجي يوم ايه هتصرخ، دخلوا يصرخ، ولكن في نفس الوقت كلام صموئيل بيرن في الودان ستصرخون الى الله ولا ايه يستجيب ليكم. دخلوا يصرخوا ولكن عارفين ان صرخهم ده بدون استجابة. من عصر صموئيل ابتدت سياسة ربنا تتغير في العهد القديم. عشان نفهم السياسة بتاعته هنقول ان كان عصر انتقال من الناحية المدنية، ان احنا دخلنا العصر الملوك زي ما قلنا. أهمية أخرى هنلاقيها في حياة صموئيل إن هنلاقي ربنا بيتغير في معاملاته الدينية مع شعبه. في تغيير، ربنا ابتدى يغير المعاملات مع الشعب. كان في الأول مفيش أنبياء، ممكن نبي يجي يقول نبوة ويختفي، لكن ابتداء من عهد صموئيل بقى نبي بعد نبي بعد نبي بتسلسل. ما بقاش حاجة اسمها نبي يقول نبوة ويمشي، لا، أنبياء متسلسلين. عمل الكاهن بقى تقديم البخور والطقوس وبس، ملوش عمل النبوة. فوجد حلقة جديدة أو وظيفة جديدة إن ربنا أوجدها، إن في نبي ثابت في وسط الشعب. يبقى الخط من أول موسى النبي لحد صموئيل خط واحد، لكن ابتدى الخط يتغير ابتداء من صموئيل. في عصر صموئيل، في صموئيل الأول الإصحاح الثاني، هنشوف إن ولاد عالي الكاهن في الوقت ده فسد. الكهنوت نعرف في العهد القديم إنه كهنوت وراثي، يعني الأب كاهن ولاده كهنة، لكن ابتداء من عالي فسد الكهنوت. يقول لنا ربنا بعت واحد يقول كلام نبوة، وقلت لكم كان يقول النبوة ويختفي. وجاء رجل الله اسمه ايه ما نعرفش الى عالي وقال له هكذا يقول الرب، تجليت لبيت ابيك وهم في مصر في قصر فرعون. يقصد ايه؟ يقصد هارون الكاهن. تجليت لبيت ابيك
وهم في قصر فرعون، مين كان كاهن في قصر فرعون؟ هارون. فيقصد هارون الكاهن، وانتخبته من جميع أسباط إسرائيل لي كاهنا. يعني من بين 12 سبط أنا ميزت سبط هارون أن يكون سبط للكهنوت، اديته أنه هو يكون له الامتياز ده، ليصعد على مذبحي ويوقد بخورا ويلبس أفودا أمامي. يعني أنا اديته الأفود الأبيض، لبس الكهنوت، امتياز الكهنة، اديته حق الصعود على مذبحي وانه يقدم لي ذبيحة وبخور. ولكن الكهنة وصلوا لإيه؟ فلماذا تدوسون ذبيحتي وتقدمتي؟ أنا اديتكم حق الكهنوت وانتوا دستوا على الذبيحة بتاعتي والتقدمة بتاعتي، استهنتوا بالذبيحة. وإيه القرار اللي أخده ربنا؟ إني قلت أن بيتك، إني قلت إن بيتك، بيت مين؟ بيت عالي. إن بيتك يا عالي وبيت أبيك يسيرون أي أمامي إلى الأبد. أنا قلت كده، يعني كان ترتيب ربنا إن عالي يظل فيه كهنوت إلى الأبد. وعد ربنا كهنوت إلى الأبد. في خروج 9 أما بيكلم موسى وبيقول له قول لهارون، ربنا بيقول له يكونون لهم كهنة فريضة أبدية. يعني فكر ربنا إن الكهنوت إلى الأبد، كاهن إلى الأبد. والآن يقول الرب حاشا لي. إيه ده؟ ربنا بيقول حاشا لي، أنا اديت وعود وقلت كلام وتفكيري كان بيفكر ازاي، لكن انا النهاردة بقول حاشا لي، حاشا لي، انا هغير النظام. الكهنوت اللي فسد انا لازم هصلحه، هلغي الكهنوت من الشعب. يعني مش هيبقى في كهنة بعد كده؟ نشوف ربنا بيقول ايه. قال لا، أقيم لنفسي كاهنا أمينا يعمل بحسب ما في قلبي ونفسي. مين الكاهن الأمين اللي حيقيمه؟ هو المسيح. المسيح الكاهن إلى الأبد، هو رئيس الكهنة. عشان كده بيقول أقيم لنفسي كاهنا أمينا يعمل بحسب ما في قلبي ونفسي. فطبعا الكهنوت ما يلغيهوش، لكن يصحح وضع الكهنوت. بولس الرسول لما يتكلم عن المسيح يقول رئيس كهنتنا الأعظم، هو الكاهن، هو رئيس الكهنة. أنا هرفض الكهنوت بتاع هارون وهجيب كهنوت المسيح. أبني له بيتا أمينا. عشان كده رب المجد لما تقابل مع بطرس قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني. تبني إيه؟ أبني كهنوت إلى الأبد. الكهنوت اللي يقصده أبني بيتا إلى الأبد. فيسير أمام مسيحي كل الأيام. الكهنوت الجديد ده هيتنه ماشي لحد ما جيء المسيح التاني. يبقى كان ترتيب ربنا الكهنوت الأول قال له إلى الأبد، لكن لما الكهنوت فسد ربنا رجع تاني وقال أبني بيتا وكهنوتا جديدا بحسب كل ما في قلبي، والكهنوت الجديد ده يتبقى لحد كل الأيام أمام مسيحي. يعني يستنى لحد مجيء المسيح التاني. ده كلام ربنا، لكن الكلام ده اتطبق ازاي؟ اتطبق ازاي؟ كان آخر كهنة في بيت عالي كان موجود أيام سليمان آخر الكهنة. فيذكر لنا في سفر الملوك لحد أيام سليمان كان في كاهن اللي موجود في الوقت ده اسمه أبياصار الكاهن، ويقول لنا إن عزله الملك سليمان وابتدى يقيم كهنوت جديد، وبكده يبقى اتقضى الكهنوت اللي كان في بيت عالي. يعني اتطبق كلام ربنا، لأنه في الوقت ده شال أبي آثار وأقام ألي عازر
كاهن، فابتدى الكهنوت يمشي عن طريق اليعازر. طبعا الكلام ده الخلاصة نقدر نقول ان في عهد صموئيل كان في اتنين تغيير، تغيير مدني وتغيير روحي. المدني وجود ملوك، والتغيير الروحي وجود انبياء، وان الكهنوت عملوا الطقوس وتقديم الذبايح لكن ملوش دخل بالنبوة. فده نوعين من التغيير. لما فسد نظام الكهنوت ربنا عالجه بنظام جديد وحط نظام الأنبياء. عشان كده بنقول حلقة صموئيل دي مهمة قوي، لأنها حصل فيها كل التغيير. حتى معلمنا بطرس الرسول يقول لينا عن صموئيل، يقول جميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده. فما يتكلم عن الأنبياء يتكلم أن صموئيل بداية الأنبياء، يقول من صموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. تقول له طب ليه أنت بتتكلم عن صموئيل؟ لأن ابتداء من صموئيل أنبياء متواصلين. فأنا لما أتكلم عن عصر أنبياء أقول عصر يبتدي بصموئيل. فلذلك بطرس الرسول يقول لنا جميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده. يبقى هنا ده عصر الأنبياء بحسب ما ربنا محدد. طيب فرصة ناخد ترنيمة وبعدين نكمل النقط اللي بقى. نستكمل مع بعض النقط الباقية. من هنا جت أهمية دراسة سفر صموئيل أو دراسة شخصية صموئيل. في أسفار في الكتاب المقدس بتبقى لها أهمية خاصة، وما أقدرش أن أنا أدرس الكتاب بدون الأسفار دي. يعني سفر التكوين أنا ما أقدرش أدرس في الكتاب المقدس ككل بدون ما أكون ابتديت من سفر التكوين. الآباء يقولوا سفر التكوين هو سفر بزار الكتاب المقدس كله. يعني أنا لو عايز أعرف أي أمر في الكتاب المقدس بدءا من سفر التكوين لسفر الرؤية هلاقي البزار بتاعته موجودة في سفر التكوين. دي عظمة الكتاب المقدس. ما في أمر إلا ما هلاقي بدايته، بداية الحياة، بداية الموت، بداية الخلاص، بداية الدينونة. كل شيء أنا عايز أعرفه هلاقي البداية موجودة في سفر التكوين. وبرضك علشان خاطر أشوف بداية معاملة ربنا مع شعبه بطريقة تانية غير اللي كان بيتعامل بيها في الأول، أنا مش هقدر أعرفها إلا من خلال سفر صموئيل. ومن هنا كانت أهمية سفر صموئيل. صموئيل بيمثل شخصية عظيمة في الكتاب المقدس. عظمة الشخصية دي إنه إنسان كان متواضع، لا يسعى مطلقا إلى السلطة. إنسان كل اللي كان بيشغله في حياته نقاوة قلبه ونقاوة شعبه. إنسان لما أتيحت ليه الفرصة إن ياخد مركز ما سعاش ليه. ولما فسد الكهنوت وربنا جاء له أنا اخترتك، ما طلعش واستلم المهمة بتاعته، بل بالعكس قعد 20 سنة يقول في وسط الشعب عشان يتوبه. كانت رسالتك ايه يا صموئيل؟ رسالة توبة. لذلك اما بنتكلم عن صموئيل نقول ده انسان عمل نهضة، عمل نهضة. ما اشتكاش الشعب. واحد زي ايليا لما تعب شوية وقف قدام ربنا يقول له الشعب ده متعب، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، وقعد هربان وطلب الموت لنفسه. يعني أظهر لربنا أنه في منتهى الغضب على الشعب، في حين إيليا ما خدمش 20 سنة، صموئيل خدم 20 سنة. وفي نهايتها جم قالوا له
احنا عايزين ملك. فزعل، قال لهم يعني الملك بتاعكم ربنا وانا ببلغكم رسائل ربنا، فانتوا بترفضوني، انتوا بتهنوني بترفضوني. وراح لربنا قال له هم رفضوني، فربنا طيب خاطر الخادم بتاعه قال له هم لم يرفضوك بل اياي قد رفضوا من ان املك عليهم. الرفض ده مش ليك انت صمويل، الرفض ده ليا انا، ان انا اكون ملك على الشعب، هم رفضوني من ان املك عليهم. صمويل اللي كان قدامه فرصة انه يستلم الكهنوت ما رضاش يستغلها، رغم ايه مش كلام ربنا ليه بس، ده الكتاب يقول لنا ان الخبر لما اتقال اتعرف في كل حتة، وعرف جميع اسرائيل من دان الى بئر سبع، يعني من الشمال للجنوب، انه قد ائتمن صمويل نبيا للرب. بقى ايه؟ كل الناس من الشمال للجنوب عرفوا ان انت النبي، مش بس عرفوا ان علي رفض، لكن عرفوا كمان ان انت النبي. وصمويل ما تغيرش، صمويل هو صمويل اللي زي سيده، انا لم آتي لأخدم بل ايه لأخدم. عاش صمويل الخادم، شخصية عظيمة جدا في الكتاب المقدس هي شخصية صمويل النبي. صمويل لما راح لربنا وقال له الشعب بيطلب ان يكون له ملك، بيطلب ان يكون له ملك، فربنا قال له هم ما رفضوكش انت، هم رفضوني انا من ان اكون ملك عليهم. قال له طب وبعدين؟ قال له ايه المطلوب؟ قال له اسمع لصوت الشعب. اول ما تسمع الكلمه دي تقول لي يا سلام، كلمه بتوصل للودان تفرح القلب، هي دي الديمقراطيه، هي دي الديمقراطيه، اسمع لصوت الشعب. لكن انا عايز اسال سؤال، هل دايما صوت الشعب هو الصح؟ لا، للاسف لا. الشعب هنا رفض ان ربنا يملك عليه وقالوا عايزين لنا ملك ارضي، كل الشعب، هم نفسهم اللي صرخوا بعدين وقالوا اصلبوا اصلبوا، اللي هو الملك المسيح، اللي رفضوه زمان صلبوه بعدين. فهل صوت الشعب هو الصح؟ للأسف لا. كانت النتيجة انهم اختاروا خطأ وطلبوا ملك عكس لصوت ربنا، وكانت النتيجة يقول لنا مزمور 106 فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا إلى أنفسهم. أنا اديتهم اللي هم عايزينه لكن جيلهم بالخصال، لأن ده مش هدفي أنا. فأبو صمويل نفذ كلام ربنا، اسمع لصوت الشعب. صمويل أيضا يشهد لي أنه لا ينسب لي خطية فعلية، ودول قليلين في الكتاب المقدس. صمويل من أول حياته في الهيكل لآخر حياته إنسان بار، إنسان طاهر، إنسان لم يطلب شيء لنفسه، في كل حياته لم يذكر له الكتاب أي خطية فعلية. فصورة صمويل هي صورة الإنسان الكامل اللي كان بيخدم ربنا بأمانة، دول قليلين. يوسف لم ينسب له خطية فعلية، ايضا دانيال لم ينسب له خطيه فعليه، فدول من القلائل في الكتاب المقدس اللي نقدر نقول عليهم لم ينسب ليهم خطيه فعليه، بعكس داود اتنسب له وغيره اتنسب له، لكن دول لم ينسب لهم الكتاب اخطاء. الخطا الوحيد اللي يتقال عن صمويل انه اخطا في تربيه اولاده، انه لم يعلمهم كيف يقضوا للشعب، ما طلعهمش قضاء. فجاء الشعب في وقت قالوا له ولادك مش زيك، احنا عايزين ملك لان ولادك مش زيك، انت بتعرف تقضي، بتحللنا مشاكلنا، انت بتقف في وسطينا تشرع علينا،
لكن ولادك انت كبرت وولادك مش ماشيين في طريقك، عشان كده احنا عايزين لنا ملك لم يعلم اولاده القضاء. هو دي الحاجة الوحيدة التي تنسب لصمويل. صمويل من الناس القليلين اللي عملوا نهضة، نهضة روحية. 20 سنة صمويل، احنا نقول النهضة اسبوع، لكن نهضة صمويل كانت 20 سنة، عمال يلف ويلف في وسط الشعب عشان يتوب الشعب، عشان يغير قلوبهم. 20 سنة، قليلين اللي عملوا نهضات زي صمويل، زي يوحنا، زي ايليا، زي يوشيا، زي حسقية. دول كلهم في الكتاب المقدس اصحاب نهضات. يا ريت نبحث في الكتاب مين الاشخاص اللي كان ليهم نهضات روحية في الكتاب المقدس. الوسط اللي نشأ فيه صمويل، ايه اللي طلع راجل بالشكل ده يخدم الخدمة دي؟ الوسط اللي نشأ فيه كان صعب. يقول الكتاب عنه: كان كل إنسان يفعل ما حسن في عينيه. ده بيشبهني بالجو اللي احنا بنعيشه اللي يمت. تلاقي البيوت اللي منقسمة، كل واحد بيفعل ما يحسن في عينيه، والولاد اللي ما بيتربوش كويس كل ولد بيعمل ما يحسن في عينيه، والولاد اللي في الشوارع وفي كل حتة كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه. هو ده الزمن بيتعاد من تاني. فهنا يقول لنا الزمن اللي عاش فيه صمويل، كل إنسان كان يفعل ما يحسن في عينيه. بالنسبة للشعب يقول لنا في تلك الأيام لم يكن ملك على الأرض، وعشان كده كان كل واحد بيعمل ما يحسن في عينيه. بالنسبة للكهنة يقول لنا لم يعرفوا الرب ولا حق الكهنة من الشعب. حاجة مؤسفة، لم يعرفوا حق الرب ولا حق الكهنة من الشعب، حاجة سيئة جدا. الكهنة في سفر اللاويين ليهم شريعة، وشريعة الكاهن يقول إذا واحد قدم ذبيحة الكاهن ياخد منها إيه بالظبط. يعني الشريعة محددة للكاهن ليه حق، فعشان كده بيقولك لم يعرفوا حق الكهنة. والذبيحة نفسها في حق ربنا في الأول وبعدين حق الكهنة، وأحيانا يكون مقدم الذبيحة له نصيب فيها في بعض الذبائح مش في كل الذبائح. فهنا يقولك لم يعرفوا حق الكهنة ولا حق ربنا. كان قاعد فنيحاس وحفني أخوه في مدخل الخيمة، وأول ما يلاقوا واحد داخل وسحب ذبيحة معاه، جايب الشاه أو غيره أو النعجة، يبعت الغلمان بتاعته بالشوكة يغرز الشوكة في أي حتة في الذبيحة ويقول له الجزء ده. طب الشريعة بتقول إذا أنا عندي خروف وغرست الشوكة هتيجي في الدهن. الشريعة تقول إن الدهن ده من حق ربنا يوقد بيه على المذبح. ربنا قال الدهن يوقد بيه على المذبح، فأنت لما تغرس الشوكة في الدهن يبقى أنت بتاخد حق ربنا. فإذا جم يعترضوا الناس يقولوا له ده مش مفروض إن يتقدم للكاهن، ده من حق ربنا، يقول له لا الكاهن طلبها. عشان كده جاي بيقول لنا لم يعرفوا حق الرب ولا حق الكهنة من الشعب. واما واحد يدخل يقدم ذبيحة ويلاقي الكهنة بيستهينوا، هم كمان هيستهينوا بالذبيحة ويستهينوا بربنا ويستهينوا بالهيكل وبكل حاجة. فاللي خلى الوضع ينهار هو وجود الكهنة في الوضع اللي كله فساد. كمان من سمات العصر اللي وجد فيه صمويل يقول لنا كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام. يعني كلمة ربنا ما بتوصلش لكل واحد. كلمة ربنا عزيزة في تلك الأيام، ده أنا مش عارف أسمي العصر اللي احنا فيه بأي اسم.
ان دلوقتي كلمة ربنا مسموعة ومرئية وفي كل مكان، وندخل ونسمع في الكنيسة ونسمع في الإذاعات ونسمع في كل حتة كلمة ربنا في كل مكان. اللي عايز يسمع هيسمع، من له أذنان للسمع فليسمع. لكن يقول عاموس عن الأيام الصعبة، يقول هو ذا أيام تأتي، يقول السيد الرب أرسل جوعا على الأرض. جوع إيه؟ يعني الناس مش هتاكل. يقول لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل استماع كلمات الرب فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق، يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا إيه؟ فلا يجدوا. بيقول أيام صعب، إحنا فرصة بنخزن دلوقتي، لكن وقت ما يتحل الشيطان من سجنه مش عارفين هنعمل إيه. دلوقتي ربنا بيقول قدامكم الفرصة، قدامكم، خدوا من ماء الحياة مجانا. لكن وقت أن يحل من سجنه هنقول لو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص كل ذي جسد. ده فرصتنا النهاردة. تقول لي الكلمة متوفرة، دي نعم، لكن يقول لك هو ذا أيام تأتي أرسل جوعا على الأرض. مرت الكنيسة بعصور مختلفة وما كانش زي عصرنا. لو نتذكر أيام أبونا بشوي كامل، خدم 11 سنة، كل الحاجات اللي تركت من بعده بضع عظات وشوية كتب. هل دي خدمة 11 سنة؟ أبدا. بس ما كانش فيه لطباعة بالصورة دي، ولا كان تسجيلات، ولا وجدت الحاجات اللي موجودة دلوقتي. خدمة البابا كيرلس وخدمة الآباء اللي موجود منها ولا حاجة، ولا في حاجة. هو الأيام دي اللي بنجد تراث كبير بيصل إلينا، لكن كل اللي خدموا قبل كده وصلت لنا منهم حاجات قليلة جدا جدا. مشكلة إن كلمة ربنا عزيزة إن الناس مش عارفين ربنا عايز يقول إيه. الشعب بيضل، فبيقول لك كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام. أنا بعرف مشيئة ربنا من كلمته، فيوم ما تكون الكلمة عزيزة يبقى أنا مش هعرف مشيئة ربنا. أما واحد يجيني ويقول لي أنا مش عارف مشيئة ربنا في جواز ولا سفر ولا في رهبنة ولا في أي حاجة، بسبب إن أنا ما بقراش كلمة ربنا، ما بتعمقش فيها. لكن لو أنا قريت كلمة ربنا وتعمقت فيها هعرف مشيئة ربنا فين. لكن كل ما تكون كلمة ربنا عزيزة، كل ما نحتار وقف بين الطرق أقول أنا مش عارف أعمل إيه، الأجابة موجودة إن أنا لو شبعت من كلمة ربنا هقدر إن أنا أعرف مشيئة ربنا. في وسط الجو الكئيب ده يقول لنا الكتاب أوقد الرب سراجا، أوقد سراجا. تقول لي كانت ظلمة على الأرض، ولكن في وقت من الأوقات يقول لك وقال الله ليكن نور فكان نور. في الوقت اللي مكان كل الأرض في وقت صموئيل مظلمة، كلمة ربنا عزيزة. الكهنة في فساد، الشعب يتطوح مش عارفين يعملوا ايه، وكل واحد يفعل ما يحسن في عينيه، قوم يقول لك ربنا أوقد سراجا بمجيء صموئيل. ربنا دعاه، يقول لنا اسم أبوه القانا وهو لاوي، ويقول لنا الكتاب انه أفرايمي. أفرايمي تقول لي من سبط أفرايم، أقول لك لا، من جبل أفرايم، لكن هو مش من سبط أفرايم، هو من سبط لاوي. يقول لك وكان القانا يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويسبح لرب الجنود في شيلو. يطلع ويسبح ليه؟ الذبيحة علامة الشكر. تقول لي القانا أبو صموئيل بيطلع يشكر على إيه؟ أقول لك أصل القانا ده جده قورح، وقورح ده قصته إن في يوم من الأيام اتفتحت الأرض واتلعته. لكن يقول لنا الكتاب في سفر اللاويين إن بعد ما الأرض ابتلعته، غير أن أولاد قورح لم يهلكوا.
فده من ضمن أولاد قورح الذين لم يهلكوا. فيقول لك بيطلع يقدم ذبيحة شكر ويقول له أشكرك يا رب لأنك أبقيت لينا بقية. ذبيحة شكر يطلع يقدم الذبيحة، وذبيحة الشكر يعني فرحان، أنا بطلع أقدمها وأنا فرحان. وكان يصعد من سنة إلى سنة ليسجد ويقدم ذبيحة الشكر. قصة القانا وقصة صمويل قصة شيقة جدا، وقصة إن إحنا نسمع صوت ربنا من خلال الرؤى والإعلانات اللي ربنا كان بيقولها له، قصة مشوقة للغاية. وإزاي إن ربنا ابتدى يعمل من خلال صمويل وهو صبي صغير في الهيكل، لحد ما وصل صمويل شيخ كبير ونبي عظيم. ونشوف رحلة صمويل مع ربنا رحلة مشوقة جدا. وليه ربنا اختار صمويل ليكون علامة تغيير بين العهد القديم اللي كان موسى بيحكمه، وبدأ في عهد جديد عهد الأنبياء يبتدي بصمويل؟ قصة شيقة جدا نستكملها في الحلقتين الجايين بنعمة ربنا في الأسبوع اللي بعد الجاي، لأن اللي جاي هتكون نهضة مرجرجس، فحنستكمل في اللي بعده. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضلوا نصلي.